بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي أند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية، بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. لوكجري دوبلكس للبيع بمونتيفيردي، تحديدا ستريت نمبر 2، منطقه امنه وفخمه بمحيط كله خضار وفيو 360 درجه. بنايه هاي اند باخر مراحل الفينيشينج. مؤلف البنايه من 4 طوابق ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من روف 400 وطابق سامبلكس 200. امكانيه فصلهم ليكونوا شقتين منفصلين ومستقلين او دوبلكس واحد مساحته 600 متر مربع. دوبلكس ضمنه تيراس 130 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف على فيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 3 ماستر بيدرومز مع صالونات وكيتشن مستقل. هاي اند فينيشينج بالداخل والكيتشن حسب الطلب. بنايه فخمه بمنطقه المونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال، بتطلع فيو بحر وجبل. دوبلكس 600 متر مربع للبيع، ممكن فصله لشقتين مستقلين تابع لإلو كاف وباركينج. حالياً دوبلكس جاهز للسكن.